نذهب إلى مدينة شرم الشيخ حيث فعاليات مهرجان المرأة العربية للإبداع فعاليات التي تم خلالها تكريم الأستاذ كوثر الجوعان رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام وهو ما يمثل تميزا جيدا جديدا للمرأة الكويتية في المحافل العربية والدولية تحت شعار التمكين الاقتصادي والمرأة الريادية انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية فاعليات مهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته الثانية والذي شهد تكريم الأستاذة كوثر الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام وذلك لدورها المتميز في الاعمال والانشطه الاجتماعيه والوطنيه، وكذلك تكريم الكاتب والفنان التشكيلي عادل مشعل. هذا التكريم الان اذا اردت ان اتحدث عنه انما جاء بناء على نقول توصيه او موافقه من لجنه المهرجان باختيار بعض الشخصيات العربيه من مختلف اقطارنا العربيه وجاء جاءت الكويت أن تكون أيضا موجودة في هذا التكريم هذا التكريم يعطيك مجال أكثر للإبداع لأن المرأة اليوم خذت حاصل كبير من الفن التشكيلي ووصلت إلى مراتب عليا فهذا التكريم لما أي من المرأة الى المراه يعطيها تشجيع اكثر ويا ليت هذه الدورات اليوم احنا الدوره الثانيه يا ليت الدورات الاخرى يكثر فيها عدد الفنانين التشكيليات المهرجان الذي قام ايضا بتكريم كوكبه من النساء المبدعات العربيات ستشهد فعالياته على مدار ايامه الثلاثه جلسات عمل للمشاركين اضافه الى بعض المسابقات الابداعيه المرأة الكويتية التي تعزز وتفرض وجودها على المجتمع وبالتالي الحمد لله المرأة الكويتية بما فيهم الشابات الكويتيات لهم بصمات جدا جدا واضحة ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه المسيرة وأن يكون للمرأة الكويتية دور فاعل أكثر أيضا في المراكز القيادية في في المجتمع في الدوله تكريم جديد تحظى به المراه الكويتيه والتي تخطو خطوات واثقه على طريق التميز وهو ما يكشف عن الرؤية الواعية والعطاء الذي تمتلكه لتدفع المجتمع إلى مزيد من الإبداع ياسر سعد تلفزيون دولة الكويت شرم الشيخ